يعني لو خلينا كل الحواسيب الفائقة الموجودة على الأرض تشتغل لمدة تساوي عمر الكون، فما بتقدر تحل المعادلات اللي تتوقع سلوك كل جزيء ماء بهذا الإبريق. مد إيدك قدامك، بشو حاسس؟ بجوز تقلي حاسس بقوة الجاذبية عم تسحب إيدي للأسفل. بالواقع أنت ما قادر تحس بقوة الجاذبية لأنه ما في شيء اسمه قوة الجاذبية، وتم القضاء على خرافة قوة الجاذبية على يد أحدث إمبراطور لمملكة الجاذبية ألبرت أينشتاين، ويلي عنده نظرية علمية تفسر الجاذبية أفضل من نسبية أينشتاين يقدم لنا إياها. من هلأ لوقتها الحقيقة هي أنه الجاذبية ليست قوة، Gravity is not a force، وهذا بديهي بالنسبة لأي عالم فيزياء اليوم، مع أنه قد يبدو غريب بالنسبة لنا نحن غير الفيزيائيين. لكن ما مهم قديش شيء يبدو غريب، وما مهم افتراضاتنا المسبقة، بل المهم هو السعي نحو الحقيقة، وأننا نرفض ونحيد التفسيرات السيئة ونحط بمحلها التفسيرات الجيدة مهما تطلب ذلك من شجاعة وانفتاح معرفي. وهي واحدة من المثل الأساسية يلي أسعى لها وأدعو لها هون على قناة ريبلز. ولما أفضل تفسير متوفر عندك بمجال معين عم يقلك بأنه كينونة معينة غير موجودة، فلازم توقف عن افتراض أنها موجودة. يحكي لك عالم الفيزياء ديفيد دويتش أنه لما بتملأ بريق شاي بالمي وبتشغله، فلو خلينا جميع السوبر كمبيوترز على هالكوكب، يعني لو خلينا كل الحواسيب الفائقة الموجودة على الأرض تشتغل لمدة تساوي عمر الكون، فما بتقدر تحل المعادلات اللي بتتوقع سلوك كل جزيء ماء بهذا الإبريق. وهذا على فرض قدرنا نحدد الحالة المبدئية لهم كلهم لهدول الجزيئات ولكل ما يمكن أن يؤثر عليهم بمحيطهم، الشيء اللي شبه مستحيل طبعا. ديفيد دويتش ما بس عالم فيزياء، بل هو يعتبر من آباء الحوسبة الكمومية. يعني لما بيقول لك هيك جملة بيكون عم يحكي ضمن مجال اختصاصه تماما. ولكن لحسن الحظ أنه بالطبيعة بعض التعقيد يحل نفسه إلى بساطة من مستوى أعلى، لذلك نحن قادرين بدقة لا بأس بها نتوقع كم دقيقة بيلزم تسخين المياه لحتى تغلي، في حال كنا بنعرف بعض الكميات مثل الكتلة، الماس والباور تبع عنصر التسخين وهيك اشياء. حتى لو حبيت تاخد قيم اخرى لتحصل على نتائج ادق بشوي، لساتك على مستوى عالي نسبيا من الظواهر المكونة من عدد هائل من تفاعلات ظواهر اقل مستوى منها. لذلك دايما بيكون في مستوى عالي نسبيا من الظواهر يمكن تفسيرها بشكل جيد جدا من خلال بعض البعض، دون الحاجة لأنه نرجع بشكل مباشر لأي شيء من المستوى الذري أو المستويات الأدنى منه. بمثالنا هذا بعض هالظواهر بتكون سيولة المياه والعلاقات بين هالحاوية وعنصر التسخين والغليان والفقاعات وهيك أشياء، وأكيد ما منجيب سيرة الكواركات مثلا. يعني بكلمات أخرى سلوك كل هالمستوى العالي من هالظواهر بيكون كوازاي أوتونومس وفقا لتعبير ديفيد دويتش، يعني شبه مستقل وتقريبا قائم بذاته، almost self-contained. ولما بينشأ عنا قابلية تفسير بسبب ارتفاعنا لمستوى أعلى شبه مستقل، منكون أمام ما يدعى الانبثاق، الامرجنسي. إذا ما لك متأمل بالموضوع من قبل، فأدعوك تفكر معي شوي بقديش الحقيقة البسيطة مذهلة ورائعة. أنا عم راقب ظاهرة على مستوى تجريد معين، عم لاقي صعوبة بالغة جدا بالفهم والتفسير بخصوصه، وبالتالي بالتوقع بخصوصه. بس لما بغير محرق العدسة اللي عم راقب من خلاله وبطلع على مستوى أعلى، أحيانا بلاقي حالي أمام مقدرة تفسيرية ما كانت متاحة إلي سابقا. طبعا كلمة عدسة هون مجرد ميتافور، ما لازم يتاخد حرفيا، كونوا هالكلام مدى أوسع بكتير من الأشياء اللي فيني راقبها بصريا، وإنها والله مرتبة حسب الحجم. لحسن الحظ كمان نحن غالبا ما مهتمين بتوقع وتفسير كثير من هالاشياء يلي بتكون على مستوى منخفض، مثل انه والله وين راح تصير كل فقاعة مياه بتتكون بهذا الابريق، بس مهتمين بالمدة اللازمة للوصول لحالة الغليان كرمال نشرب شاي. هلأ طبعا سلوك هالكميات الفيزيائية ذات المستوى العالي وين كنا؟ ايه هلأ طبعا سلوك هالكميات الفيزيائية ذات المستوى العالي اللي حكينا عنها ما هو إلا سلوك مكوناتها ذات المستوى الأخفض مع تجاهل الكثير من التفاصيل. هذا ما يقود للخرافة الشائعة اللي مفادة بأنه العلم اختزالي. الاختزالية الريدكشنزم هي المذهب أو النهج الذي يدعي بأنه العلم دائما يقدم تفسيراته وتوقعاته حول الأشياء من خلال تحليلها لمكوناتها،
هلا بذكرنا ديفيد دويتش بانه احيانا فعلا الاختزال بينجح بهالشيء. مثلا فسر لي ليش لا يمكن للمياه بابريق الشاي توصل لدرجه الغليان هيك بشكل تلقائي بدون منبع الحراره؟ لانه الانتر اتوميك فورسز، القوى بين الذريه، محكومه بقانون حفظ الطاقه اللي بتعرفه ما غيره. الحكي هذا على مستوى الذرات قدم لنا تفسير وتوقع على مستوى اعلى. اها لك الاختزالية هون شغالة ما احلاها، ولكن اعطيني فرصة اليوم بس احكي لك قصة ذرة وشيطان. بطلة هالقصة القصيرة هي ذرة نحاس على انف تمثال وينستون تشرشل بساحة البرلمان بلندن. ليش هالذرة موجودة بهالمكان؟ انا اسمي جابر وانت عم تحضر ريبلز، قناة بتحترم انه عندك عقل وانك بتحب تشغله. إذا كنت جديد هون وبتحب هالمواضيع اشترك بالقناة، زر السبسكرايب تحت زر اللايك بشوي، وإذا ما اشترك سلفا بذكرك بأنه القناة مستمرة بفضل الداعمين على باتريون ويوتيوب وبايبال، مشكورين جدا. إذا بتحب أنت كمان تساهم باستمرار وتقدم القناة اضغط على الكارد بالزاوية من هون لتنضم لنا على باتريون، أو اضغط على زر الجوين هون على اليوتيوب جنب زر السبسكرايب. روابط الدعم بوصف الفيديو مع المصادر كالعادة، ونشرك للفيديو دعم مهم وبيعني لي كتير كمان. فشكرا لاهتمامك وخلينا نبلش. إذن كنا بدأنا بقصة ذرة وشيطان، واسألنا ليش في ذرة نحاس موجودة على أنف تمثال وينستون تشرشل بساحة البرلمان بلندن؟ لأنه تشرشل كان رئيس وزراء بمجلس العموم القريب من هالمكان، ولأنه أفكاره وقيادته ساهمت بانتصار الحلفاء بالحرب العالمية الثانية، ولأنه درجة عادة تكريم بعض القادة بعمل تماثيل إلهم، ولأنه البرونز شائع الاستخدام بصناعة هالتماثيل بيحتوي على نحاس، وإلى آخره. لاحظت كيف انه بتفسيرنا الجيد لكيفية وصول هالذرة لمكانها الحالي ما جد مسيرة اي ذرة، بل قمنا بذلك من خلال نظريات عن ظواهر منبثقة على مستوى اعلى. طيب ماذا لو حضر الشيطان بذاته وتدخل بتفسيرنا لهالذرة؟ قبل ما تقول كش برا وبعيد لانك سمعت عن الشيطان، انا عم احكي عن شيطان لابلاس، فيعني تفضل اهلا وقريب. شيطان لابلاس هو الكيان اللي تخيله العالم الشهير لابلاس بالقرن 19، بحيث انه لابلاس تخيل شيطان معين إذا كان بيعرف موقع وزخم كل ذرة بالكون فهو قادر يتوقع لنا ماضي ومستقبل هي القيم بأي لحظة أخرى من الزمن. يعني كأنه برنامج أو كمبيوتر، إذا بتعطيه قيمتين لكل ذرة بالكون بلحظة ما، فهو قادر يقلك وين راح تكون هالذرات كلها وزخمة بالزمن اللي بتحدد له إياه، ماضي حاضر ما تفرق معه. ملاحظة سريعة، هالشيطان بيعبر عن التصور القديم للحتمية الديترمينزم لما كان سائد التفكير بالكون والفيزياء بشكل نيوتوني. طبعا اليوم هالحتمية شبه ماتت، بس الخلف ما مات. شي يعني تصورنا على الكون من ناحية انه قابل للفهم على مستويات مختلفة وانه بين قوسين يتبع قوانين طبعا ما تغير، لكن هالشكل القديم للحتمية عفى عليه الزمن، خصوصا بعد اكتشافات الفيزياء الكمومية واشياء اخرى، فصار عندنا فهم معقد أكثر من هيك للحتمية، وطبعاً بيستاهل حلقة لحاله كونه كمان هذا مفهوم يساء فهمه جداً. طيب تعرفنا على شيطان لابلاس، شو قصته مع ذرة النحاس؟ تخيل معي لو كان عندنا هيك شيطان فعلاً شو كان صار؟ كان لحتى يقلنا ليش ذرة النحاس موجودة على أنف تمثال تشرشل بلندن لازم ياخد كل ذرات الكون بعين الاعتبار بلحظة ما من الماضي، أو على الأقل لازم ياخد بعين الاعتبار حالة كل ذرات المجموعة الشمسية مثلاً، لحتى يقلنا بأنه هالذرة رح تكون بهالمكان بهاللحظة من هاليوم بسنة 2021. وكان ممكن كمان يوصف لنا شو المسار يلي اتبعته ذرات هالتمثال من لحظة ما بالماضي لحد اللحظة الحالية، أو إذا عندك نسخة محدثة شوي من هالشيطان بيكون بيعطينا احتمال وجود هالذرة بهالمكان بهاللحظة من الزمن. بس ما هون التويست تبع القصة، بل ما يفرض نفسه مباشرة هون هو السؤال التالي، هل بكل ذلك بيكون هالشيطان فسر لك أي شيء بخصوص ذرة النحاس؟ هل رح تحس حالك فهمت ليش هالذرة بموقعها من وراء وصفه أو توقعه لمسارها من لما كانت بالمنجم لحتى صارت على التمثال؟ لما رح تفكر بهالسؤال شوي رح تشوف بأنه الجواب هو طبعاً لا، بل تخيل قديش كانت حياة هالشيطان معدتي على الفاضي لما قاعد يحسب مسار كل الذرات المشاركة بالحرب العالمية الثانية كما نطلق عليها نحن من مستوى تجريد أعلى، وخلاف ذلك من الأمور المساهمة بوصول هالذرة لمكانها. لهيك خطأ الاختزالية هو تجاهل أهمية مستويات الانبثاق الأعلى والاعتقاد أنه دائماً تفسير الشيء يقتضي اختزاله لمكوناته الأصغر والنزول لمستوى أخفض. بعض الفيزيائيين بيحلموا بتحقيق شيء اسمه نظرية كل شيء Theory of Everything، نظرية شاملة لتفسير كل ما في الكون. هالشيطان المذكور
يمكن اعتباره أنه يمثل نسخة اختزالية من نظرية كل شيء، وبسبب كل ما ذكر هالنسخة لا يمكن تنجح بتحقيق الهدف المراد أو المبتغى من نظرية كل شيء. لسبب ما بتلاقي هنالك لحن أخلاقي طاغي على الاختزالية وفقاً لتعبير دويتش، وكأنه العلم يجب أن يكون اختزالي. طبعاً الاختزالية ما بس ليست الأفضل، لكن ليست الوحيدة حتى، وإذا هي بترفض التفسيرات العلمية على المستوى العالي ففي لسه مذاهب بفلسفة العلم ترفض التفسيرات العلمية على كل المستويات وتهتم مثلاً بالقدرة على التوقع فقط. بس هدول بدهم فيديوهات خاصة فيهم ومن موضوعنا. ولكن خلينا نتذكر هون كمان بأنه في فلسفة أخرى شبه معاكسة تماماً للاختزالية منتشرة لحد ما ومخطئة مثله، ألا وهي الهوليزم، تترجم العربي أحياناً بمصطلح الكلانية. هلأ لقيت لها أكثر من تعريف ولنقول في منها أكثر من نسخة، بس النسخة اللي بتهمنا هون هي اللي بتقلك بأنه لا بالعكس، أي تفسير هيك محترم وعلى القيمة بيكون للأجزاء عن طريق الكل. يعني تقريباً إذا حطيت الاختزالية قدام المراية تطلع لك الكلانية الهوليزم. هدول بقى شوي بيتفقوا مع الاختزاليين انه العلم اختزالي، لهيك ممكن يرفضوا العلم كله على بعضه، وبعدين بيصيروا بشكل غير مباشر يدعوك لتآمن بشوية خرافات مريم نورية. واو شو سكسي وجذاب الدعاء بانه انا ما بفهم الجزء الا عن طريق الكل، ولا تخليني احكي لك على اللحن الاخلاقي اللي بيجي مع هالفلسفة، بكفي تروح تسمع لك شي سردة من سردات مريم نور او اشباهها من جماعات اللي بتسمي حالها روحانية وشلة نيو ايج وما الى هنالك. لهيك بتلاقيهم أحياناً بيسموا خزعبلاتهم علم حقيقي أو علم جديد وعميق، وبنفس الوقت هو عودة للعلم الأصيل وأسرار الأجداد ومعارف الأسلاف والفطرة ومدري شو وأي كلام جذاب من هذا النوع. وأما العلم يلي فيك تدرسه وتفهمه وتختبره فعلاً لتعرف إذا كان دجل ولا لا، يلي فيك تسأل فيه وتعرف هل هو شغال ولا قائم على انحيازات البشر الإدراكية، هل هو بيفسر أي شيء محدد أم لعب على العواطف وبينطبق على كل شيء. هالنوع من الكلانيين بقى بيقولوا لك بانه هذا العلم هو مجرد علم مادي. طيب هل العلم ما انه مادي؟ واذا جواب حدا انه انا عم العلم غير مادي، هل قصده بانه العلم عادي يفتح مجال لدراسه هيك خرافات او دراسه خرافه الاشباح مثلا او السحر لانها غير ماديه، ولا القصد بانه بيعتقدوا بامكانيه وجود اشياء مجرده؟ مثل ما لاحظت هالاسئله كلها مرتبطه بشكل وثيق بسؤال شو هو العلم اصلا. فمن هلأ الحلقة الجاية ناقشني بالتعليقات بهي الأسئلة، لسه في كتير كلام ينحكى عن الموضوع وكتير مفاهيم خاطئة لازم تتصحح عن العلم لأنها منتشرة وممكن نلاقيها حتى عند بعض محبي العلم. فتذكر تعمل لايك وشير للفيديو مع أصدقائك إذا عجبك. حبيت اليوم بس نحفز بعض شوي نبدأ نفكر بموضوع مستويات التجريد بعمق أكتر ونشوف مشاكل الاختزالية والكلانية. وإذا الحديث بقية فاشترك بقناة وفعل جرس التنبيهات إذا بتحب تكمل معي تفكير وتشاركني الحوار بهذه المواضيع بالحلقات القادمة. شكرا لوقتك ومتابعتك، والشكر أكبر كالعادة للداعمين على باتريون وبايبال واليوتيوب. إذا القناة عم تقدم لك شيء مفيد اضغط على هالمربع بنص الشاشة إذا بتحب تدعمها وتنضم لحواراتنا الشهرية، وبشوفك بالحلقة الجاية. سلام.